اهم حاجه اللي نقدروا نتكلموا عليها اليوم والله يعني بالك حنا نديروا عليها هي البرمجه. البرمجه هي اللي ما تساعدناش لاننا ما بناش لحد الان كاين البرمجه الاولى. حتى حنا قمنا بمراسله الرابطه, حنا ماش من الناس اللي نتكلموا في البلاطوات ولا نتكلموا, انا حنا نديروا مراسله رسميه. نظن الرابطه ممكن تستجيب والله بالك الشيء اللي قلناه احنا في المراسله تاعنا, ونتمنوا باللي البطوله تمشي عاديه, لانه ما تنساش باللي ممكن بعض الفرق ممكن تتفوص البطوله, ولا نتمنوا الفرق هذه تكون كيما الفرق الاوروبيه كيما الفرق العالميه اللي المقابلات تاعها يتكملوا من اول دقيقه لاخر دقيقه.